التمس ضم الدعوة رقم 52 لسنة 2011 عرائض جنوب القاهرة، كما طلب الحاضر على المدعي بالحق المدني أيضا ضم دفتر الأحوال الخاص بسجن استئناف القاهرة، كما ضم دفتر أحوال الخاص بسجن استئناف القاهرة. وبتشرف بتقديم حافظة أربع حوافظ مستندات تضم جميع المحاضر الخاصة بهم وجميع ال هات المحاضر يا أستاذ سعيد. لا لسه سعادتك حاجة واحدة. اتفضل. في تلاحظ لدينا عدم وجود قائمة بأسماء المصابين أو الشهداء. فإحنا بنطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من هذه الأسماء من رئاسة مجلس الوزراء اللي على أساسها بتصرف الإعانات لهؤلاء، مع يعني التماس من النيابة العامة بأن هي تقدم هذه الكشوف بما لديها من بلاغات مقدمة لديها، وبتشرف بتقديم هم القضية يتهم فيها بالتحريض. الفاعل الأصلي سيادة الرئيس العديد من أفراد الشرطة والضباط. أنا مش هاجي كل يوم أقدم أقول أنضم الجناية رقم كذا أو المحضر رقم كذا أو القضية رقم كذا. لذلك بنلتمس على بنلتمس ضم جميع القضايا المتهم فيها ضباط وأفراد الشرطة المتهمين في قتل وإصابة الحفاظي أفناوي. تفضل تفضل تفضل. ناديت على محمد الشحات. أحضر عن نفسي وبصفتي والشعب كلهم في الفترة من 25 يناير وحتى 2 فبراير يامس وصور، وبلتمس أيضا وأقفل على كده ضم جميع القضايا. جلسة بعد اذنكم جلسة. أخل بشرفهم أو أحدث إيلاما بأبدانهم، وذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه، غير أن الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في هاتين المادتين بتوسيع نطاق النموذج التشريعي للجريمة المنصوص عليها في المادة 126 لتشمل الموظف الذي يقبض على أحد غير المشتبه فيه ويقوم بتعذيبه للإدلاء بمعلومات على المشتبه فيه، للقبض عليه أو لإجباره على الاعتراف على نفسه، أو تعذيب شاهد لإجباره على الشهادة على نحو معين. فتلك لا تقل بسامة عن النموذج التشريعي المنصوص عليه في المادة 126، وتتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وكذلك من المعلوم أنه لا يجوز احتجاز أو حبس أي إنسان إلا بإذن قضائي وفي الأماكن المحددة قانونا لذلك، إلا أنه تردد أنه كان يوجد
بعض الأماكن غير تلك المحددة قانونا يسجن فيها المواطنون، خاصة في مقر جهاز مباحث أمن الدولة المنحل. خلاص يا استاذ حضرتك اقعد مكانك لو سمحت، اتفضل يا استاذ. وحتى تعود الثقة للمواطنين في جهاز الشرطة أن تزول هذه الممارسات غير القانونية من عمل الشرطة. نستكمل مع حضراتكم الآن الجلسة التي